في يمكن انواع اقمشه معينه بتعكس هالفتره، فشو حبيتي تستخدمي اليوم؟ حبيت استخدم الحرير، لانه الحرير يدل على الثراء، يدل على الغنى، وكمان انه بيعطي اضاءه معينه للاجواء، ما بيجي بطريقه انه باهته. حبيت اليوم الحرير اللي هو موضة التي لا تنمحي وبتضل هيك من جيل لآخر. اخترت الجولد، الحرير ذهبي، وكمان حبيت أضيف عليه لمسة بسيطة عشان ما تيجي هيك الطاولة مشبعة بعناصر، تعطيها غنى أكثر يمكن. صح. حبيت أختار الأورغانزا. جمالية الحرير مع الأورغانزا بتيجي الطاولة متناسقة مش عشوائية، وكمان انه العروس لو حابة انه الاجواء القاعة تكون غنية فيها تستعمل الأورغانزا على الويندوز، فيها تستعمل الأورغانزا على الكراسي كمان، فبتيجي تناسق طبيعي حلو. شايف شو بتحس أكثر نوع حلويات مناسب لهالفكرة؟ يس ideal dessert for the 50s. I've spoken with our chef pastry, and he told me that tiramisu was like it's always this was one of the famous dessert in the 50s. So you know, at home on Sundays or in your days off, your mama was always making tiramisu in Italy. It was very common. It's and we to make it more interesting. We wrap the tiramisu in a sphere of chocolate. And as you can see it here, we pour some hot chocolate on top of it. And it melts, and you will see after a while the tiramisu inside the cake. Wow. Yeah. This is the 2010 touch. Yeah, this is the this is the real touch for a wedding. الرجل كمان بهالفترة الخمسينات انعرف بالأناقة واللياقة وحسن التصرف، خاصة اتجاه الجنس اللطيف، فشو اللي كان مع يعني بيميزه بهالفترة؟ بالحقيقة كان يمكن بنسميها الفترة الذهبية لتعامل الرجل مع المرأة، كانت الخمسينات. كان بفترتها طلع القول المشهور ladies first، فما يدخل الا يمرق السيده امامه قبله، وما كان مثلا يطلع على السياره قبل ما يفتح لها باب السياره مثلا، من احد التصرفات الخمسينات، ويقعدها ويسكر الباب يامن عليها بعدين هو يروح ياخذ مكانه. نفس الشيء بالحفلات، بالعراس، بالمناسبات الكبيره، ما ممكن يقعد على المائده قبل ما يزحل الكرسي وتفضلي اقعدي، وبعدين بيأمن عليها ودائما يقعدها على يمينه وهو يقعد على الطرف اليسار، فدائما يعطي الأولوية، مو بس الاحترام، الجالانتري تبعه، هي واز جالنت، كان دائما احترامه للمرأة يكبر من مقامها ويعطيها كثير قيمة عالية ضمن المجتمع. وطبعا بنتمنى لو بتضل هالفترة لليوم ان شاء الله. طيب اذا حبينا نتطرق شوي لاداب المائدة بهذيك الفترة، كمان شو كان ابرزها؟ الحقيقة اداب المائدة كثير كمان انتشرت بقوة بفترة الخمسينات، ومن وقتها لحد الآن كل ما عم تتطور. هاد بقدر أقول النقطة البداية اللي كتير شددوا فيه على طريقة استخدام مثلا الشوك والسكاكين، الإكسار منهم على المائدة، القوانين الأساسية باستخدام هالأشياء اللي عم نشوفها على المائدة، كلياتها ابتدأت بشدة تنتشر بالخمسينات. طبعا هذا موضوع الناس بتحبه كثير، وبالتالي ما خفت قيمته، بالعكس كل ماله عم يتطور ويتقدم لتاريخ اليوم. فكانت اهم شيء مثلا الاكسار من
شو بسموها السكاكين والشوك على الطرفين، هي انتشر بشده بالخمسينات. ترتيب يمكن الكاسات كمان لكل شغله بدنا نشربها كانوا يحطوا الكاسه مختلفه، ويعلموا الناس اصولا كيف بدنا نستعملها، اي للجوس اي للمي اي يعني كل شيء، كان مثلا المشروبات الغازيه كل شيء كان الشغله تمام استخدامه. زينه الطاوله كانت بسيطة أكثر بكثير من اليوم، لهذا السبب كنت لاحظ دائما كمان كان الشرشف دائما بلين مش كثير أبدا ما كان يعجقوا، وحتى بأكبر المناسبات. وبرجع لك للعرس الكبير اللي حكينا عنه اللي هو عرس غريس كيلي، كان أبيض أبيض الشراشف مصنوعة من الكتان، لكن لحتى يزيدوا الفخامة تمام كانوا يحطوا الليس دانتيل الابيض فوقه بس مو الوان ثانيه، كان من بعيد بتفكري بس قطعه واحده، بس تقربي بتشوفي انه لا في شوي. الورده كانت بسيطه وعاليه، ودائما ما كان يسافر الورد، فكانوا يستخدموا الورد الموسمي واللي موجود بالمناطق اللي عم يعملوا فيها الديكوريشن. كمان هذا بيفرق عن عصرنا اليوم اللي كثير الاشياء بتستورد بسهوله وبتسافر، فاليوم صرنا نشوف كثير اوركيديه، كثير اشياء جايه من الشرق الاقصى عم تستخدم باوروبا مثلا. في مفروشات معينه بتعكس هالفتره كمان بتفضلي تستخدميها لتنسيق طاوله بالتيم الخمسينات؟ القماش المخملي كان من ضمن الأشياء المشهورة. اكيد القماش المخملي يعني بيدل كمان على الرفاهيه، فلو جمعنا القماش المخملي مع الحرير مع الاورجانزا بتيجي اضاءه للطاوله بطراز كلاسيكي محض، بيجي كثير حلو. ما في عرس اكيد بيخلى من الموسيقى، فيمكن العروس يعني ممكن تحب تختار فرقه او دي جي او ممكن حتى مغني سولو، انت شو بتفضلي بالنسبه للعرس مثل عرسنا؟ في الفتره الكلاسيكيه ما كان في دي جي، ممكن كان في سولو، كان في فرق موسيقيه، بس انا بفضل انه الفرقه الموسيقيه لانه فيها تعزف كلاسيكي لترضي ذوق العروس فترات معينه، يعني تقديم العشاء، فتره رقصه العروس والعريس. بس انه كمان فيها الفرقه الموسيقيه تعزف موسيقى مختلفه عشان ما يصير انه طراز شوي، تحرك يمكن الاجواء شوي، تحرك الاجواء اكيد. طبعا سيره انه احنا قد ايه اختلفت الامور لهلا، قد ايه ضل من هالاداب هي كلياتها موجود ب 2010؟ شوفي اجت فتره في نهاية الستينات وعصر السبعينات، العالم مثل كأنه تعبت من تمام من 68 الحقيقه، انشهرت حتى بفرنسا ثوره 68، فالعالم فقدوا كثير او تعبوا من هالقيود اللي حطوها لحالها اللي اعتبروها قيود، فانقلبت الدنيا وما عاد حدا بده يمشي، صار عصر الهيبيز اذا بنذكره، ففقدوا كل لمسه والريفاينمنت تبع الحياه، الريفاينمنت راح. لكن لاحظنا من بدايه 2005 2006 بلش في عودة قوية بالمجتمعات العالمية لموضوع تفاصيل الحياة والدقة كمان الريفاينمنت والتصرف اللبق واللياقة الاجتماعية وكل شيء. واليوم نحن بال 2010 عم نلاحظ انه في عودة شديدة و بالعالم كله مو بس بمناطق معينة، فمثل كأنه جزء من تأثير العولمة كان هو انتشار أو عودة هالإتيكيت. خلينا معناته الصبايا رح ينبسطوا كثير، رح يبلشوا يفتحوا البيبي من أول وجديد. نتمنى إنه رجال يرجعوا. لا لا ممكن ميرسي كثير. شايف كان معروف بهذيك الفترة أن الكيك كان بسيط كثير، كان بيحطوا شرايط من الستان، حبات لولو، أنت شو تصورك لكيكتنا اليوم؟ Yes, you are totally right. As you have just mentioned, we have some ribbons and satin pearls on our cake, but it should be very simple and elegant. And you see the flowers, you have fantastic flowers on it, and three different flavors, beginning with strawberry, and then to vanilla and some chestnut cake on top. Mm-hmm.
هلا ما بيبقى غير أن نشوف النتيجة النهائية لتنسيق الطاولة اللي بتتماشى مع فكرة عرسنا. الوجهة المثالية لشهر العسل اللي اخترنا لك اياها الليلة هي فندق برج العرب. تابعينا الحلقة الجاية بعرس جديد وفكرة جديدة.